السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناتي قناة نفيد ونستفيد. طبعا الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اليوم يا إخواني سأناقش معكم بإذن الله طريقة أو علاج كسر جناح طائرك، سواء البرجي أو الغندور أو الكوكتيل إلى آخره. هي طريقة بإذن الله يا إخواني سهلة بإذن الله. أول شيء يا إخواني، الطيور التي تصاب بجرح مع كسر، أول شيء نقوم بتطبيب الجرح من خلال إحضار قطعة من القطن، ومن ثم وضع المطهر عليها ومسح الجرح بطريقة سهلة وخفيفة دون أن نقوم بإيجاعه أو بالتعامل معه بقوة، لا، يجب التعامل مع الجرح بلطف ومسحه جيدا. من ثم يا إخواني قوم بضم الجناحين على بعضهما البعض، امسكهما جيدا بوضعية جيدة، يعني تكون الطائر ممسوك جيدا الجناحين بجانب بعضهم البعض. من ثم تأتي بقماشة أو شريطة تكون أكيد يعني أهم شيء نظيفة، شريطة نظيفة. تقوم أخي العزيز بربط الجناح المصاب بهدوء، ومن ثم إدخال الشريطة من تحت الجناح الغير مصاب ومشي على جسم الطائر، وتقوم بربطه جيدا، ضم الجناحين على بعضهم البعض وربطهما جيدا بطريقة لا تكون شديدة ولا تكون راخية، يعني تكون متوسطة العقدة الربطة. من ثم يا أخي نأتي لعملية الغذاء الذي يجب أن نعطيه للطائر لكي يقوم بتقوية عظامه من جديد. نعزله إن أردتم في قفص صغير. من ثم يا أخي تحضر اللي هو أهم شيء يا إخواني، فتح الشهية أو فيتامين فتح الشهية الخاص بالأطفال، تذهب للبيطرة أو محل بيع العصافير أو ممكن الصيدلية تحط له من فيتامين فتح الشهية المعوض للأطفال الخاص بالأطفال لأنه غير مضر. ومن ثم تبدأ معه بالغذاء الأهم والمهم أكيد، البيض المسلوق، حجرة الكالسيوم، الفاكهة، كل هذه تعلمونها جيدا، هي بإذن الله يعني عامل مهم ومساعد. في أسبوع زمان ترجع الأمور إلا على ما كانت عليه، مع الغذاء مع الربطة. يجب إعطاء الطائر أكله وشربه وكل شيء، بإذن الله سيكون بحالة جيدة وعدم تنقله كثيرا. لذلك عدم التنقل كثيرا، ينبغي عليك أن تضعه في قفص صغير متاح له الأكل والشرب حتى يأكل ويشرب وهو جالس أغلب الأوقات. هذه يا إخواني يعني أسهل الطرق بإذن الله وأضمنها لعلاج كسر جناح أي طائر، سواء البرجي أو الغندورة أو الكوكتيل أو الببغاويات كلها بشكل عام، والمغردات كلها بشكل عام، وحتى الحمام. كل هذه الأنواع من الطيور هي تستخدم لها نفس الطريقة في العلاج بإذن الله، بالوصول بها إلى حالة سليمة بعد الإصابة بإذن الله، وتتمكن من الرجوع لحياتها الطبيعية. إذن يا إخواني هذه الحلقة كانت يعني اليوم مني لكم، هي بسبيل وباستعراض الفائدة دائما، لأن أكثر المربين كان دائما يسأل عن هذه المسألة، خصوصا تحدث كثير عند بعض المربين ناتج عن المسك الغلط من المربي للطائر يكسر جناحه، ناتج عن فزع الطائر في الليل فيقع وينكسر جناحه. هي نتائج موجودة وطلبت مني يعني أكثر من مرة هذه الأسئلة وأنا أجبت عليها، فصممت اليوم بإذن الله أنا أقوم بتسجيلها بحلقة وتكون موجودة لدينا بالقناة لتعم الفائدة على الجميع. أكيد من لديه سؤال أو استفسار عن هذا الموضوع أنتظر جميع تعليقاتكم أسفل الفيديو، وطرق التواصل علمتموها وتعرفونها جيدا، صندوق الوصف يوجد به رابطنا عبر الفيسبوك، وأيضا صفحتنا دائما متألقة عبر الموقع الإلكتروني مدونة نفيد ونستفيد بشكل نظري وكتابي، وأيضا يا إخواني رقمي الخاص بالواتساب محمود وادي للإجابة بشكل مباشر عن جميع أسئلتكم. أكيد لكم كل التحية والاحترام في كل وقت، أخوكم ومحبكم دائما محمود وادي، قناة نفيد ونستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.